مهدي مداحك 27 سنة، خدام شيفور في كاميو شركة موفنس ماروك مدينة الدار البيضاء مغرب. أنا عمري ما توقعت نخدم في هذه الخدمة هذه. واحد النهار صديق ديالي اقترح عليا نسافر معاه عنده كاميو، بغا يدي واحد السلعة من تماك. شفت الخدمة كيديرها وعجبتني. اللي كيعجبني فيها هو السفر، ديما فيها السفر، كتمشي من المدينة لمدينة، كتعرف على ناس جداد. التحديات ديال الخدمة هو الطريق تسافر بالليل، خاصك توصل للناس السلعة ديالهم في الوقت، ما خاصكش تعطل. أنواع الناس اللي قادروا يديروا هاد الخدمة، ما كايناش شي فئة محددة. أي واحد يقدر يدير هاد الخدمة هادي، بالشرط يكون على قد المسؤولية ويكون شجاع وصبار مع الطريق.